سريعا إلى الصحة والكورونا، وما أعلنته وزارة الصحة أنه يمكن لكل من تخطى عاما من تلقي جرعتين من لقاح كورونا أن يأخذ جرعة تعزيزية من أي لقاح، شرط أن وليس شرطا من نفس اللقاح اللي هو تلقى. معنا على الهاتف دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. دكتور عوض مساء الخير. يعني جرعة أهلا بيك، جرعة دي جرعة إيه، تعزيزية ولا تنشيطية ولا يعني اشرح لنا ما هي الجرعة الثالثة اللي بنتكلم عنها؟ أستاذة لميس، التطعيم بتاع الكورونا يشابه كثيرا تطعيم الإنفلونزا الموسمية، تأثيره بيستمر من 6 إلى 9 شهور. والحد الأقصى ممكن يوصل في بعض الناس إلى سنة. يبقى إذن بعد التطعيم بسنة الإنسان محتاج إلى تطعيم آخر. اللي حتى دلوقتي اللي طبق في التجارب الكلينيكية والسريرية في العالم، إن حتى الطعوم التي كانت بتاخد قرعتين في المرة الأولى ممكن إعطاء التطعيم الثالث، إذا سمي جرعة تعزيزية أو جرعة تنشيطية أو إعادة التطعيم، ممكن الإنسان ياخد جرعة واحدة. فهنا بقى هنبدأ تاني في الأولويات، من الذي يستطيع أو المفروض ياخد الجرعة الثالثة؟ اللي خد التطعيم ومر عليه هذه المدة الزمنية البينية، ومن الحالات اللي هي أكثر عرضة للإصابة اللي هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الطبية، في الحالة دي نبدأ بيهم في إعطائهم هذا التطعيم الجديد أو الجرعة الثالثة من التطعيم. بس سنة ده كتير يا دكتور، طبقا للي حضرتك قلته من 6 أشهر لـ9 أشهر، يبقى انه هذا التطعيم بيحصن بهذه النسب من 6 أشهر لـ9 أشهر، فانا لما استنى سنة انا عندي ريسك كبير. ليه ما نقولش مثلا في دول كتيرة بعد 6 أشهر قررت تدي الجرعة التنشيطية او التعزيزية؟ انا هقول لحضرتك بأمانة شديدة، احنا هندرس الموقف علميا وفنيا والتجارب الاخرى اللي تمت وانواع اللقاحات اللي تمت معاها، ويعني بعد ما تدرس في فتره قصيره جدا هنتكلم مع وزاره الصحه في الفتره البينيه اللي المفروض تتاخد ما بين الجرعات السابقه والجرعه الجديده. ميكسينج فاكسينز ده بقى في العالم كله طول النهار بقرا ابحاث وتقارير على هاو تو ميكس فاكسينز، ازاي بتعمل ميكسينج فاكسينز مع بعض. هل ده ميكسينج فاكسينز يا دكتور؟ هل ده خليط بين الفاكسينز؟ كلمه ميكسينج يعني خلط. هل ده هو ده المقصود بيها؟ لا يا فندم، المقصود بيها يا استاذه لميس، افرضي واحد خد طعم او لقاح من اكس، كان الكلام قبل كده ان لازم الجرعه الثانيه بعد 3 أسابيع او المده البينيه المحدده يكون من نفس التطعيم. دلوقتي في ناس عملت تجارب كلينيكيه وقالت لو خد جرعه من تطعيم ثاني ممكن ما فيش اي مشكله، وفي ناس قالت في بعض الابحاث ان يمكن لو خد مره من النوع ده ومن النوع الثاني يكون الاجسام المناعيه اكثر في بعض انواع اللقاحات. هو ده المقصود بكلمه ميكسنج. فكل الواحد ياخد تطعيم من نفس النوع ماشي، لو حكمت الظروف ياخد تطعيم من نوع تاني ماشي، وهكذا، ما فيهاش أي مشكلة حبيبي، لأنه في الآخر بيدي نوع من المناعة ضد الفيروس اللي احنا كلنا بنحاول نعمل نوع من المناعة ضده اللي هو فيروس كورونا المستجد. طب يا دكتور، يعني دلوقتي هل بصراحة عندنا لقاحات تكفي ان انا ابتدي ادي جرعة تعزيزية؟ يعني انا لسه احنا عندنا يا فندم، احنا سيادتك الحمد لله النهارده كان في مؤتمر الصبح بنناقش هذا الموضوع، وانا قلت لهم والناس كلها اقرت بهذا ان الحقيقه الملحمه المصريه برعايه السيد رئيس الجمهوريه في توفير اللقاحات ومن مصادر متعدده في ظروف العالم كان بيعاني من نقص هذه اللقاحات، وايضا الاتفاق على تصنيع احد هذه اللقاحات محليا، الحقيقه انجز كميه كبيره جدا من اللقاحات. بنهاية الشهر ده أو أول الشهر جايب عندنا 60 مليون جرعة لقاحات تكفي للمطلوب، سواء لتلقيح اللي ما خدوش تلقيح لحد دلوقتي أو البدء في تلقيح جرعة ثالثة لمجموعات ثانية. إحنا طعمنا كام لحد دلوقتي يا دكتور؟ إحنا قربنا جدا من
17 18 مليون. ما هو ده برضو قليل، لان احنا كنا عندنا امل انه بنهاية هذا العام يعني نهاية ديسمبر واحنا هو في نص اكتوبر ان نطعم 40 مليون مواطن. اعتقد يا استاذ لميس ان شاء الله هنصل الى هذا الرقم. طيب بس هل عارفه ليه حضرتك؟ ليه بقى ازاي؟ الحمد لله حاليا في يعني تعليمات صارمه بان بعد فتره التعامل في الاماكن الحكوميه والعاملين في هذه الاماكن لابد ان يكونوا واخدين تطعيم. طبعا سيادتك عرفتي ان كل الفئات التعليميه سواء الجامعيه وما قبل الجامعيه كلها خدت تطعيم. ايضا سيادتك الحقيقه من الملاحظ جدا ان هناك اقبال شديد جدا عكس المراحل الاولى من المواطنين على البحث او تلقي اللقاح. منافذ التلقيح كترت قوي، وصلت 1100 او 1200. كل الجامعات عندها مراكز تلقيح، مراكز الشباب، منافذ وزاره الصحه والسكان، منافذ المستشفيات الجامعيه. حضرتك الاقبال بقى واضح جدا جدا على السعي للحصول على اللقاحات سواء الجرعه الاولى او الثانيه. كان في دراسه وكلام انه هنبدا في تطعيم الاطفال او اللي هم على الاقل في المرحله الثانويه اللي هم اقل من 18 سنه، من 12 ل 18. هل هنبدا في ده قريبا يا دكتور؟ هنبدا الاول بفئات الطلاب الجامعات اللي هم اقل من 18 سنه بانواع اللقاحات التي اجيزت بالتسجيل العاجل او السريع انه ممكن ياخذوا تلقيح. ثم بعد ذلك اللقاحات التي اجيزت او تم تجربتها اكلينيكيا سريريا انها ممكن تتاخذ لاقل من 18، ما بين 12 و18 سنه، هيتم تطعيم هؤلاء الطلاب. الاول طلاب الجامعات الاقل من 18، وبعدين نبدا مثلا بطلاب الثانويه العامه ثم ثانيه ثانوي وهكذا. وحضرتك بتقول اللي تم اجازتها، حضرتك تقصد زي ايه مثلا من اللقاحات؟ لان مش كل اللقاحات يا استاذه لميس سجلت إن او اجيزت انها تستخدم لاقل من 18 سنه. صحيح. فزي مثلا اول لقاح ما بيجي عليه ابروفل او موافقه علميه وفنيه حتى لو بتسجيل عاجل ان ممكن تستخدم لاقل من 18 سنه هنبدا نستخدمها. هنبدا الاول بفئات الطلاب الجامعات اللي هم اقل من 18 سنه بانواع اللقاحات التي اجيزت بالتسجيل العاجل او السريع انه ممكن ياخذوا تلقيح. ثم بعد ذلك اللقاحات التي اجيزت او تم تجربتها اكلينيكيا سريريا انها ممكن تتاخذ لاقل من 18، ما بين 12 و18 سنه، هيتم تطعيم هؤلاء الطلاب. الاول طلاب الجامعات الاقل من 18، وبعدين نبدا مثلا بطلاب الثانويه العامه ثم ثانيه ثانوي وهكذا. وحضرتك بتقول اللي تم اجازتها، حضرتك تقصد زي ايه مثلا من اللقاحات؟ لان مش كل اللقاحات يا استاذه لميس سجلت ان او اجيزت انها تستخدم لاقل من 18 سنه. صحيح. فزي مثلا اول لقاح ما بيجي عليه ابروفل او موافقه علميه وفنيه حتى لو بتسجيل عاجل ان ممكن تستخدم لاقل من 18 سنه هنبدا نستخدمها.